محادثات سرية تحتضنها بغداد وبوساطة عراقية تجري منذ مارس الماضي بين مصر وإيران، والهدف تحسين العلاقات بين البلدين بحسب تقارير إعلامية. الحكومة العراقية تحاول تكرار تجربة الوساطة بين طهران والرياض التي نجمت عنها عدة حوارات تمهيدية بين الجانبين قبل أن يضع البلدان حداً لسنوات من القطيعة بموجب اتفاق توسطت به الصين. آخر المحاولات العراقية تأتي بزيارة رئيس حكومتها محمد السوداني لمصر، وعلى رأس أجندة الزيارة تحريك المياه بين القاهرة وطهران. التصريحات الإيرانية المتفائلة بعودة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة تتواصل على مدار الأسابيع الماضية، آخرها جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي قال إن بلاده مستعدة لتوسيع العلاقات مع مصر في حال رغبتها بذلك. وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أعرب عن موقفه بهذا الصدد خلال لقائه مع سلطان عمان الشهر الماضي، لكن التفاؤل الإيراني قابله صمت وحذر على الجانب المصري. فالتصريح الرسمي الوحيد من الجانب المصري كان في مايو الماضي، حيث نفى وزير خارجيتها سامح شكري وجود أي مسار جديد للعلاقات المصرية الإيرانية. وعلى مدى حوالي 4 عقود تشهد العلاقات بين مصر وإيران الكثير من الشد والجذب، إذ تدهورت العلاقات بين البلدين بعد الثورة الإسلامية في إيران وشهدت تحسناً ملحوظاً في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لكن تطور العلاقات لم يستمر طويلاً مع عزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة، حيث عادت العلاقات لحالة من الجمود. ويرى مراقبون كثر أن هناك خلافات عديدة تعرقل تطور العلاقات بين البلدين، في مقدمتها دعم إيران للجماعات المسلحة في البلدان التي تمارس فيها نفوذاً كبيراً كسوريا ولبنان واليمن، وتدخلها في شؤون دول المنطقة. فهل تنجح بغداد في رأب الصدع المصري الإيراني؟